طبعا هو بصورة عامة أنا أحضر المتنبي، أحب الثقافة، أحب الكتب والمكتبات، يعني حسب اختصاصي اللي هو علم المكتبات، دكتوراه بعلم المكتبات والمعلومات، درست بجامعة دمشق، عندي مؤلفات على المكتبات، على الكتب، عن الجواهر، طبعا والدي الجواهري، فمن هالناحية يعني أحب أجي وأشوف الأدباء والمثقفين ونلتقي ونختار الكتب ونطبع كتب يعني. اليوم حضوره حقيقة هو للمتنبي، هي كل جمعة حضوره طبيعي، لكن اليوم أكو جلسة خاصة للروائي والكاتب الدكتور جمال العتابي الساعة 11 بقاعة جواد سليم أعتقد بالمركز الثقافي، فهذا كان حضوري. يبقى الشارع المتنبي المنبع الثقافي والنهر الثقافي الذي لا ينضب بالتأكيد، خاصة للمثقفين حتى لشبابنا، شبابنا حتى لو صارت ظاهرة سياحية هم راح يتعودون على الكتاب. سبب حضوري أكيد هو يعني الكتب والقراءة والالتقاء بناس مثقفين، يعني يفهمون يعني يفهمون الثقافة ويفهمون دور الثقافة وأهمية الثقافة في المجتمع. مع الأسف يعني حاليا هي غابت هاي الأشياء عندنا بالمجتمع بسبب الناس اللي جت الموبايل، ما قامت الناس تقرأ، بس ما يكون يبقى الكتاب الورقي له نكهة خاصة. يعني أكثر الكتب اللي أحب أشتريها أنا، أي طالبة دراسات عليا ماجستير جغرافيا آداب، بس أشتري الكتب مرات خارج اختصاصي يعني مرات. أكثر شيء أحب الكتب مال كتابة السيناريو، أحب الكتب اللي الكتب العلمية الطبية أكثر شيء، ما أحب هيك أشياء. الجمعة في شارع المتنبي نشتري من بعض الكتب، بعض الكتب الموجودة اللي هي حقيقة الإنسان يحب يستفاد من عندها، وإحنا اليوم نحث الناس كلها إنه تتجه لشارع المتنبي تأخذ الكتب اللي بيها فائدة تستفاد من عندها. حقيقة أكو بعض الأمور مرت بالناس بسبب الأزمات اللي مرت، وشوف الناس إنه هي تركت مصدر العلم والثقافة، ولكن مصدر العلم والثقافة هو الأساس بالبلد، الأساس بالبلد شيء اللي ترتكز عليه الناس. Here we go.